كابتن، خلينا يعني معانا تليفون برضو مهم. معانا آية الشامي، احسن لاعيبة في افريقيا ويعني ونجمة الفريق. ازيك يا آية؟ اهلا بحضرتك. آية، طمنينا عليكي كده، الصوت شكله فيه برد. عندي برد خفيف بس ان شاء طيب الله يعني يخف. طمنينا عليكي. طيب يعني كان بعد المباراة ولا كان قبل المباراة، ولا يعني البرد جالك ازاي؟ لا بعد المباراة امبارح كنت باخد بقى أدوية وكده، والحمد لله احنا عندنا يومين أجازة فالحمد لله عشان أقدر أرجع كويس. ألف سلامة عليك يا آية. أنت منظورة، أنت منظورة شكلك، يعني كان قبل البطولة برضو إصابة في صباع إيدك، وكمان يعني دور برد خفيف كده. ألف سلامة عليك يا آية. الله يسلمك، ربنا يخلي حضرتك. آية، بس أنت ما شاء الله عليك، إمبارح كنت نجمة فوق العادة الحقيقة، وكنت بتلعبي بأداء يعني برجولي منقطع النظير. يعني كلمينا استعداداتك للماتش، قبل الماتش انت كنت شايفاه ازاي؟ هل كنت شايفه انه هيمشي 3-0 كده، ولا كان محتاج فعلا نجز على اسناننا زي ما انتوا عملتوا امبارح؟ احنا كنا مركزين قوي الصراحه في الماتش ده من اول البطوله، من قبل حتى ما البطوله تبتدي، بعد ما عرفنا ان هم عندهم 2 محترفين وخصوصا الفرقه اصلا كويسه يعني. وبعدين الماتش الاولاني خلص 3-2 مع المجمع البترولي المنافس بتاعنا السنه اللي فاتت، فاحنا استعدينا اكتر. اول ماتش لينا ما كانش بنفس الاداء اللي احنا كنا عايزينه، بس احنا ركزنا اكتر بعد كده في الماتش الثاني، وعشان كده بقى احنا دخلنا قلنا مفيش هزار، فالحمد لله قدرنا نلعب باللعب ده وقدرنا نلعب على خلفيات. طب آية، قولي لي يعني هل وجود الجماهير والتشجيع المكثف والتشجيع منقطع النظير خلى الرهبة اللي يعني اللي موجودة عندكم خاصة في أول مباراة تدوب بسرعة ولا لأ؟ طبعا الجمهور فرق معانا جدا، خصوصا يعني محدش كان متوقع ان الماتش هيخلص 3-0 بالطريقة دي، بس الجمهور ساعدنا جدا، وطبعا هو يعني كان حاسس بينا، وفي نفس الوقت هو يعني عمل رهبة للفرقة الثانية، فهو ده اللي خلى الماتش يمشي بالطريقة دي الحمد لله. طب آية، انت حاسة ان الناس متابعاكوا، حاسة ان الناس عايشة معاكوا البطولة، حاسة ان انتوا كل ما بتكسبوا كل ما بتلموا الناس حواليكوا ولا لأ؟ طبعا احنا حاسين ان في اهتمام كبير اعلامي وجمهور، ده مساعدنا جدا ومدينا حس جدا ان شاء الله ان البطولة تبقى بتاعتنا، وان البطولات كلها ان شاء الله الجاية تبقى بتاعتنا بإذن الله. بس خلي بالك دي مسؤولية زيادة يا آية. طبعا يعني خصوصا ان الجمهور لما بيجي ده ما يقدرش ان احنا نرجعه زعلان يعني، فبنعمل كل اللي بجهدنا عشان كده ان شاء الله. طب آية، قولي لي مباراة الخميس طبعا مع شباب 20 صحافة السوداني، ويوم الجمعة المباراة المرتقبة إن شاء الله مع مجمع البترول الجزائري. ألف سلام عليك يا آية. طيب أنت شايفة المباراة بتاعت الجمعة محتاجين إيه؟ إيه أكتر نقطة أو أكتر هدف محتاجين نركز عليه يوم الجمعة إن شاء الله؟ هو احنا هنلعب يعني اكيد كابتن حمدي هيقعد معانا ويتكلمنا في السلبيات بتاعت الفرقه وان احنا نلعب عليها، بس اعتقد ان هو اكتر حاجه هنلعب عليها هيبقى قرشنا عشان نهز لعبهم قدامنا، واحنا في نفس الوقت برضه يبقى عندنا الدرجه بتاعنا واستقبالنا يبقى مظبوط عشان نقدر نمشي في الماتش ان شاء الله. آية الشامي طبعا نجمة الفريق وأحسن لعيبة في أفريقيا، شكرا جزيلا. أنا مش عايز أطيل عليك آية الحقيقة، لأن أنا حاسس قد إيه أنت عندك برد يعني، وأتمنى إن شاء الله الشفاء قريبا. أنت قدها ودود يعني قبل البطولة، كسر في الصباع وعملت ريكفري لنفسك سريع، وتحديت الموضوع ده، وإحنا شايفين أنت إيدك مربوطة حتى الآن لسه في الماتش وتأدي الأداء ده.